لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي 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 الله. لكم معنا الأخت أم علاء الدين من الجزائر، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله العظيم قصر الله مصدومين، حاسين هيك كثير كبيرة، يعني إنه هيك تاريخ إيش مصدوم، يعني للأسف حتى إنه إحنا جاهلين، يعني إنه درسنا حياتنا كلها هيك، بس يعني إنه ما توقعنا كثير. الحين عرفنا أئمتنا، أئمة عظام، وصفهم رب العالمين يا للقانون، يعني بهداية العباد. للأسف يعني إنه التاريخ والسياسة لعبت دور جدا جدا كبير في إسرائيل، هذه الأمة تحفر على نفوسنا، على أجدادنا، تحفر عليهم. يعني إيش الواحد بيقول، يعني إنه صراحة نبكي على أئمتنا أو نبكي على حالنا، نبكي على أئمة أهل البيت العظام، يعني اللي انظلموا في حياتهم وانظلموا في استشهادهم، يعني إنه هم الحبايب. يعني نطلب من الله سبحانه وتعالى والدرع إنه يا رب يحكمنا مع محمد وآل محمد إن شاء الله تعالى. إن شاء الله محمد هم يتبعوا أهل البيت ويكونوا طوع لأمرهم لأنهم أئمة. يعني بارك الله فيكم، كنتوا ناس كثير وخرجتوهم من الضلالة، وأولهم أنا يا صراحة. جزاكم الله خير. حياكم الله، بارك الله فيك. شكرا على مداخلتك. حياكم الله. نعم، نسأل الله تعالى لك ولجميع التوفيق. شكرا لك، وكفر الله تعالى للأسلاك القاصرين غير المؤمنين.